الاريا الاخيره في منطقه الاوبننجز او الكافيتيز اوف ذا هيد اند نيك هو عباره عن الكافيتي اوف ذا ميدل اير. الميدل اير كافيتي لو نتذكر مع بعضنا البتر واس بارت اوف تمبرال بول، الجزء من التمبرال بول اللي كان شكلها بيراميدال ان شيب، والابكس بتاعتها از دايركتد ميديالي اند فوروردز على اتصال مع البودي اوف سفينويد، وكان هناك يوجد الفورم اللاسرام. كانت البتر واس بارت اوف تمبرال بون دي عظمه تشبه الصخره، الكافيتي بتاعها من الداخل مقسوم الى تو بيج رومز. انترنال اير تشغل الميديال روم، والميدل اير كافيتي تشغل اللاترال روم. الميدل اير كافيتي اللي هو موضوعنا كانت عباره عن روم لها زي روم عاديه، لها روف وفلور واربعه وولز. الروف اللي هو السوبيريور وول، والفلور اللي هو الانفيريور وول، وكان لها من ورا بوستيريور وول ومن قدام انتيريور وول، ولها ميديال وول بالداخل، ثم لاترال وول هيقفلها من بره اللي هو الاير درام او التمبانيك ممبرين. وكان ماشي انسايد هذه الرومز كان ماشي الفيشيال كانال، فتحتها من الميديال سايد او من النورمال بزاليس انترنا كانت دي فيشيال كانال، كان فتحتها اسمها الانترنال اوديتروميدس وفتحتها الخارجيه. طيب بالنسبه للروف كانت عباره عن شريحه رقيقه من العنصين بليت اوف بون بتصنعها عظمه اسمها تيجمن تيمباناي، ده جزء من البتروس بارت اوف تمبرال بون. اما الفرول الفلور كان عباره عن شريحه رقيقه من العظام كانت ريليتد للانترنال جاكولار فين، وهنشوف الريليشن دلوقتي والكونتنتس من خلال الدياجرامز اللي جايه. ادي الميدل اير كافيتي بالسته وولز بتاعتها، وادي الفورم اللاسرم عند الايبكس. كان الفيشيال كانال لايز انسايد ذا كافيتي، كافيتيز اللي قاعده انسايد ذا بيتروس بارت اوف تمبرال بون كانت ات فيرست ماشيه لاترالي، بعد كده تمشي هوريزونتالي اباف ذا ابر بارت اوف ميديال وول، بعد كده ينزل الجزء الثالث منها فيرتيكالي ان فرونت اوف ذا بوستيريور وول اوف ميدل اير. تعالوا نشوف ريليشنز اوف ذا ميدل اير كافيتي. الانتيريور وول يسموه كاروتيد وول لان الموست امبورتنت ستراكشر ريليتد له اللي هو كان الانترنال كاروتيد ارتري. الانترنال كاروتيد ارتري كان ماشي في الفيش في الكاروتيد كانال انسايد ذا بيتروس بارت اوف تمبرال بون، وكان بيطلع من هنا فتحه الكاروتيد كانال كانت مباشره اباف مين؟ اباف ذا فورمن لاسرم، طلع منها وعدى على اللاسرم، فعشان كده جزء من هذا الارتري كان ريليتد للانتيريور وول. اما الموست سوبيريور استراكشر اللي ريليتد للانتيريور وول هو ده، كانت فتحة بتعدي منها تنسور تمباناي مصل، احدى عضلات الميدل اير كافيتي اللي كانت بتتغذى بالمانديبلور نيرف وبتتصل بالتمبانيك ممبرين. وكان في فتحة تالتة هي فتحة الاوديتري اوبننج اوف ذا اوستيكيان تيوب. يبقى انا عندي ثلاث فتحات، فتحة لتنسور تمباناي، وفتحة للاوستيكيان تيوب، وكانال يعدي فيها الانترنال كاروتيد ارتري. ده كان الانتيريور وول. اما عن البوستيريور فكان في ثلاثة ستراكشرز، كان في بيراميدال شيب بروجكشن بيسموه البيراميد، ده اللي كان بيدي الاوريجن بتاعت عضله اسمها الاستابيديس ماسل. كانت في عندي اوفال شيب اوبننج بيسموه اديتس انتو ذا ماستويد انترم، عباره عن فتحه تعمل كوميونيكيشن من الميدل اير للماستويد انترم اللي قاعد في الماستويد بارت اوف تمبرال. اخيرا الجزء الثالث بتاعنا او الاستراكشر الثالث اللي هو الفيرتيكال بار اوف ذا فيشيال كانال اللي كان معدي ان فرونت اوف ذا بوستيريور وول اوف ذا ميدل اير كافيتي. يبقى ثلاث استراكشرز من قدام، في عندي ثلاث استراكشرز من ورا، اما الميديا اما ده كان الفيشيال كانال. الانفيريور وول، الانفيريور وول بيسموه جاجولار وول لان ريليتد للسيجمويد ساينس، والكونتينويشن بتاعه اللي هو الانترنال جاجولار فين فسموه جاجولار وول. اما الروف من فوق زي ما احنا قلنا كان اسمه التيجمنت تمباناي، وكان دي كانت شريحه رقيقه من العظام ريليتد ل او بتكون الروف اوف ذا ميدل اير كافيتي. طب الميديال وول فيها راوند بروجكشن بيسموه البرومونتري، ده بتمثله استراكشر قاعد في الانترنال ايل من جوه اسمه الكوكليا. الكوكليا دي كانت بتلف لفتين وثلاث ارباع، الفيرست ترن بتعمل بروجكشن. اما عن الريليشنز اوف ذا ميديال وول،
الميديال وول اوف ذا ميدل اير كافيتي از ريليتد تو ثري ستراكشرز. راوندد اليفيشن، راوندد اليفيشن يمثل من الناحيه الثانيه من جوه من عند الانتنر اير ذا بروجكشن اوف ذا فيرست تيرن اوف كوكليا. الكوكليا دي عباره عن ستراكشر بيلف لفتين وثلاث ارباع، اما الفيرست تيرن، الفيرست تيرن هي اللي بتعمل بروجكشن بداخل الميديال وول اوف ذا ميدل اير كافيتي اللي بيسموه برومونتري. Above the promontory كنا هنجد في oval window lies above and behind the promontory connecting the middle ear cavity with the inner ear cavity. هذا ال oval window ده is closed by the foot of stapes احدى عظام ال middle ear. تحت منها below and behind the promontory هنجد rounded window ده كان بيبقى مقفول بالسكندري تمبانيك ممبرين. دي كانت الستراكشرز اللي ريليتد للميديال وول. طب ماذا عن الكونتنتس؟ ماذا يوجد بداخل الميدل اير كافيتي؟ يوجد 3 بونز، 2 ماسلز، و2 نيرفز واير. 3 بونز، 3 عضمات صغيرين بيتصلوا ببعضهم بيوصلوا الفايبريشن ويف من الاير درام للانترنال اير. العظام دي اسمها ماليس وانكس وستيبس. تو ماسلز من قدام، التنسو التمباناي اللي كانت بتتغذى بالمانديبولار نيرف وماسكه في الاير درام، وعضله ثانيه كانت ماسكه من البيراميد رايحه او جوه البيراميد ورايحه حاطه الانسرشن بتاعها في تمبانيك ممبرين واسمها ستابيديس، وكانت بتاخد نيرف سبلاي من الفيشيال نيرف. ده بحط عضلتين، يبقى عندي 3 بونز، 2 ماسلز، في عندي 2 نيرفز. 2 نيرفز كان الفيشيال نيرف معدي من هنا بيطلع برانش اسمه الكوردا تمباناي وقاعد على الميديال سايد اوف ذا اير درام، كان في التمبانيك بليكسس والكونتنت الرابعه اللي هي اير. البلاد سبلاي اللي قاعد فيه الميدل اير عن طريق التمبانيك ارترز وعددهم 4، انتيريور تمبانيك وبوستيريور تمبانيك، وفي عندي كمان السوبيريور تمبانيك والانفيريور تمبانيك. الانتيريور تمبانيك ارتري ده كان برانش من المجزلري، البوستيريور تمبانيك ارتري كان برانش من البوستيريور اوريكولار، السوبيريور تمبانيك من الميدل منينجيال ارتري، اما الانفيريور تمبانيك فكان برانش من الاسندنج فرينجيال ارتري. انتهاء البلاد سبلاي اوف ذا ميدل اير. كده نكون انتهينا من المنهج الدراسي للهيد اند نيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.